يقول السائل: هل يجوز لي بعدما اعتمرت عن نفسي أن أعتمر عن والدتي المتوفاة وأختي المريضة مرضا مزمنا؟ يجوز هذا، لكن إتيانك بالعمرة لوالدتك أو لأختك بالسفر إذا جئت مرة ثانية يكون أحسن من أنك تخرج من مكة وتأتي بعمرة. هذه عمرة ناقصة، خروجك من مكة إلى الحل والإحرام بعمرة، هذه عمرة ناقصة. أما العمرة الكاملة والتامة والصحيحة هي التي تأتي بها من سفر، تقدم بها من سفر من بلدك، هذه أكمل وأتم لوالدتك أو لأختك أو لمن تشاء. نعم.